وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن اللي حصل النهاردة معانا على التليفون الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك يا أستاذ عماد. أهلا بك يا أستاذة بسمة وكل المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا يا فندم. في رسائل كتير النهاردة، فإيه اللي توقفت عنده النهاردة من كلام سيادة الرئيس؟ أتفق معك تمام، في رسائل كتير فعلا، لكن طبعا الرسالة الأهم النهاردة وأظنها تبقى عنوان رئيسي في كل الصحف، وكانت النهاردة العنوان اللي احتل الأخبار العاجلة في المواقع الإلكترونية والفضائيات، هي الرسالة الخاصة بتعمير سيناء. نعلم تماما الجدل الذي أثير في الأيام الماضية حول ما كتب عن تعمير سيناء، وكلمة الرئيس اليوم كانت حاسمة في هذا الأمر، كانت واضحة تماما ويعني مدعمة بالمعلومات وبالوثائق، والأهم أنها مدعمة بالسياق. والفكرة الرئيسية هي دعوة الرئيس، يعني اللي طلعت بيه من هذا الكلام، طيب يا أخوانا، من يعترض على تعمير سيناء بهذه الطريقة؟ هل لديه طريقة أخرى عملية؟ طيب الناس اللي هي بتتكلم على ده، هل رجال الأعمال عندهم استعداد يدفعوا فلوس كتيرة زي اللي أنفقتها الدولة أو نصها أو ربعها؟ أنا أظن إن إحنا لو حبينا نطلع بكلام صحيح عملي حقيقي كمان النهاردة من وأظن ده فتح باب برضو لرجال طبعا الأعمال والمستثمرين، يعني هو ده الأساس، هي دي الفكرة، يعني بعيدا عن الجدل اللي حسم النهاردة، طيب من هو من رجال الأعمال قادر يطلع بكرة يقول والله أنا استمحت لكلمة الرئيس وعندي استعداد هروح أعمل مشروع لبناء مدينة في بير العبد أو وسط سيناء أو شمال سيناء؟ نعلم أن هناك استثمارات كثيرة بالفعل للقطاع الخاص في جنوب سيناء للسياحة، بس هذا شيء مهم طبعا ومهم للأمن القومي والاقتصاد، لكن الأهم هو الاستثمارات التي توطن المواطنين. ما معنى توطين سيناء؟ زراعة سيناء بالمستوطنات البشرية. الصراع الحقيقي في سيناء مش بس هو اقتصادي، صراع على ان سيناء تفضل طول الوقت فاضيه فارغه، عدد مساحه كبيره 6% واقل من مليون، فبالتالي ازاي اقدر اجيب مواطنين عشان اجيب ناس يسكنوا؟ لازم يبقى عندي مدارس، مستشفيات، جوامع، مصانع، كل الخدمات وكل البنيه التحتيه، ده التحدي الرئيسي. يا ريت القطاع الخاص يبحث بجدية حقيقية يقول والله أنا هقدر أعمل كذا وهروح أستثمر كذا. طب حضرتك بتعتبر أستاذ عماد أنه رسالة السيد الرئيس النهاردة دي رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين؟ طبعا الرئيس والأمن القومي كمان. حتى هو الأمن القومي طبعا الرئيس أفاض وشرح فيه وقال أن لما الدولة بتنفق العوائد بتاعت يعني اي رجل اعمال طبيعي ما اقدرش الومه لما يروح يعمل مشروع لازم يحسب انا هكسب كام وهخسر كام، لا احد يلومه على ده، لكن الدوله لما بتشتغل في البنيه التحتيه والدوله ايدها ممدوده للجميع، لا الدوله مش بتشتغلش منطق المقاول او المستثمر في بعض المشاريع وبعض الحاجات، ولذلك الرئيس قال العوائد بتاعتها امن قومي مش العوائد بتاعتها كام في الميه من المشروع، وبالتالي اتمنى ان بكره وبعد وفي الايام الجايه العديد من رجال الاعمال من جمعيات الاستثمار كبار المستثمرين يقولوا والله احنا عندنا نيه ان احنا هنروح نعمل 1 2 3، هنعمل دراسه جدوى لكذا وكذا، ده الترجمه العمليه حتى لا ندخل في جدل لا ينتهي بشان بعض الموضوعات. الرئيس حسم الامر النهارده وتحدث بطريقه شديده التهذيب لما قال رجال الاعمال والمستثمرين ولهم كل التقدير والاحترام، فخلى في رساله ايجابيه للناس، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون زي ما بيقول. تمام. طيب استاذ عماد، يعني ايه المانشيت الرئيسي اللي هيكون عند حضرتك في الجورنان بكره؟ المانشيت احنا بنتفعل في نفس السياق اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، اللي هو استثمرنا 600 مليار جنيه في سيناء ونمت زياده للجميع، وفي عناوين فرعيه كثيره جدا في نفس السياق، ان انا ادعو المستثمرين للاستثمار في سيناء وانه وعلى الانفاق وعلى الجزء بتاع العماله، لكن العنوان الرئيسي والتغطيه الرئيسيه هي الرساله المتعلقه بتعمير سيناء، وانها مساله امن قومي منذ القدم وحتى يعني هذه اللحظه. يعني نقدر ان احنا نقول تعمير سيناء. نعم تعمير سيناء وبين قوسين نقدر نقول شامل. طبعا بص حضرتك استاذ تعمير سيناء هي القضية زراعة، صناعة، تجارة، المسارة في مصر من سنة
بعد توقف هدير المدافع بعد فض الاشتباك الثاني او الثالث على ما اتذكر سنه 74 عقب حرب اكتوبر المجيده اللي حقق فيها الجند المصري معجزه حقيقيه، كان موضوع تعمير سيناء هو اللي مطروح في كل الاجندات وعلى كل الحكومات، واتعملت دراسات كثيره واتعملت افكار كثيره جدا، لكن للاسف الشديد معظمها كان حديث الادراج. يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومات الحاليه انها بدات تعمل مشروعات حقيقيه في هذا الاطار. انا تقديري وكتبت ذلك اكثر من مره في جريده الشروق ان مشروع الانفاق تحت قناه السويس هو مشروع امن قومي بامتياز، وهو مشروع عظيم جدا. ليه؟ ده مش مجرد نفق بالعربيات بتعدي منه من الشرق الى الغرب او من الغرب للشرق، ده بيربط سيناء حقيقة. تعلمين ان ارض سيناء بينها ما بين الوادي والدلتا كانت مفتوحه لحد ما بنيت حفرت قناه السويس. بيه في مانع ماء استغلته اسرائيل عشان تفصل شبه جزيره سيناء عن مصر. طيب اللي حصل في الانفاق ده ليه مدلول امن قومي في منتهى الاهميه، ان انا بقدر ربطت سيناء اللي هو لا يقدر بمال. طبعا ربطت سيناء بالوادي والدلتا، هقدر طيب اخلي الناس تدخل بدل ما كانوا بيقعدوا اربع ساعات يقعدوا اربع دقائق. هقدر ازرع سيناء بالبشر بالمشروعات ده الاستثمار الحقيقي في سيناء. تمام. طيب استاذ عماد، ما لفتش نظرك يعني انه اصرار السيد الرئيس على انه يعرف المصريين الفلوس اللي بتتصرف والجهد علشان انه يحافظ الناس تحافظ على بلدها، هل لفت نظرك ده؟ طبعا بص هقول لحضرتك، الرئيس دائم التكرار في هذا الموضوع، وبالمناسبه هذا الرقم مش جديد النهارده، الرئيس قال هذا الرقم في اكثر من سياق، بل قاله في اكثر من سنه بحجم الانفاق، يعني هذا الرقم كما نعلم انفق في ست سنوات. وكان في مشروعات كثيره جدا تم افتتاحها في سيناء، طرق، كباري، مشروعات. وبالتالي هي القصه ان الرئيس بيقول، بس انا اضيف كمان على دور وسائل الاعلام اكثر على البرامج الفضائيه ان هي تشرح ده بالتفصيل، بمعنى ان انا اقدر اجي اقول للناس والله ان احنا النهارده عملنا طريق ما بين طابة شرم الشيخ او طريق في وسط سيناء، وان الطريق ده بيعمل ايه وبيسوي ايه، وكان قبل كده المشوار اللي كان بيقضيه المواطن السيناوي في الوصول من المنطقه دي كان بيتكلف كذا، وقته بقي دلوقتي كذا. دي طريقه ان هي اللي كيف اوصل هذا الامر للمواطن البسيط حتى يشعر ما تم انفاقه بالفعل. شكرا الاستاذ عماد دين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق.